فراس ناتيلي رئيس الشؤون الإدارية وتطوير الأعمال في المستشفى الأمريكي من دبي. نحتفل اليوم احنا بمناسبتين في المعرض عرب هيلث اللي يعتبر أهم معرض على مستوى الطبي في على مستوى العالم. خلينا نحكي المناسبة الأولى هو مرور 20 سنة على تأسيس المستشفى الأمريكي من نوفمبر 1996 لغاية الآن. والمناسبة الثانية إنه احنا أصبحنا أول عضو في شبكة الرعاية الطبية لعيادات مايو كلينيك الأمريكية. وهذا التعاون بيننا وبين مايو كلينيك عبارة عن هو يعني تعاون طبي أكثر ما هو من أي تعاون ثاني، حيث إنه المرضى اللي بحاجة للعناية أو الرعاية الطبية من مايو كلينيك بدل ما يسافروا لأمريكا ممكن ياخذوا هذا العناية أو الاهتمام الطبي عن طريق تعاون بين دكاترة المستشفى الأمريكي ودكاترة مايو كلينيك عن طريق أجهزة خصصت يعني مخصوصة لهاي التكنولوجيا. حاول المستشفى الأمريكي يكون في عنده استراتيجي توسع نتماشى مع رؤية الشيخ محمد بن راشد 2021 إنه تكون دبي أول محطة للسياحة العلاجية، واتفاقيتنا مع مايو كلينيك هاي تعتبر أول خطوة بهذا الأساس. ثانيا المستشفى الأمريكي من ناحية فاسيليتي وستاندرز وأنواع التخصصات الموجودة عندنا بغطي تقريبا أغلب الاحتياجات الطبية اللي بيطلبها أي إنسان في هذا المجال. وبحب أشكر تلفزيون حواس على اهتمامه في مشاركته في المجالات الطبية والمعارض الطبية.